هذا سؤال أيضا عن طريق الموقع من الجزائر، يقول فضيلة الشيخ ما هو ضابط شعر اللحية الذي يحرم حلقه، وهل يدخل فيه شعر العنفقة وكذلك الشعر النابت على الرقبة والوجه؟ اللحية كما ذكر العلماء هي ما نبت على اللحيين على العارضان، يعني العارضان والذقن، ما نبت على العارضين والذقن، هذا هو اللحية ومنه العنفقة، ولا يتعرض له لا بقص ولا بنتف ولا، بل يعفى ويترك كما خلقه الله سبحانه وتعالى. لا مانع أنك تنظف لحيتك، لا مانع أنك تغسلها، لا مانع أنك تطيبها، أما أنك تعتدي عليها وتقصص منها وتجيها منا ومنا، لا، اللحية جمال لك علامة على الرجولة، لماذا تسلط عليها ولكن لك هم إلا اللحية؟ مثل النساء ما لها هم إلا الحواجب بالعبث فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمسة وأمر الرجال بإعفاء اللحية، فلما رأى الشيطان هذه السنة أغرى الرجال بمعاداة اللحى وأغرى النساء بمعاداة الحواجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.